بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الثلاثاء أنه لا ضير إذا استمرت أزمة قطر عامين آخرين، مؤكدا أن الشعب القطري هو من يقرر من يحكمه. من جهة أخرى قال الجبير إن الحرب في اليمن لم نخترها بل فرضت علينا، مشيرا إلى أنه يمكن إعادة فتح مطار صنعاء إذا تولت الأمم المتحدة إدارته. وأضاف أن إيران تزعزع استقرار المنطقة من خلال حزب الله والهجمات الإرهابية، كما رأى أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني عن التقارب مثيرة للسخرية. تمكنت قوات النظام السوري وميليشيات حزب الله المتحالفة معه من فك حصار تنظيم داعش الإرهابي لمدينة دير الزور شرق البلاد وفق ما ذكره إعلامه الرسمي. وأوضح حدوث ذلك عقب التقاء قوات النظام المتقدمة من ريف دير الزور الجنوبي الغربي بالقوات المتواجدة في الفوج 137 غرب مدينة دير الزور وفق زعمه. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف محافظة دير الزور شرق سوريا بصواريخ مجنحة من سفنها في البحر الأبيض المتوسط. أظهرت بيانات من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اليمنية الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة بمرض الكوليرا في اليمن منذ بدء انتشاره في أبريل تجاوز 600 ألف حالة، وتباطأ معدل انتشار المرض في الشهرين الأخيرين، لكن تم الإبلاغ عن رصد نحو 3000 حالة جديدة يوميا في الأيام القليلة الماضية. أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن 123,600 شخص معظمهم من الروهينجا المسلمين هربوا من أعمال العنف في بورما ليلجأوا إلى بنغلاديش، وبلغ عدد اللاجئين الذروة في الساعات 24 الأخيرة مع عبور 37,000 لاجئ الحدود في يوم واحد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في تغريدة على تويتر أنه يجيز لليابان وكوريا الجنوبية شراء أسلحة أمريكية فائقة التوتر، وذلك في إطار من التوتر المتزايد مع كوريا الشمالية التي أجرت سادس تجربة نووية الأحد. ولم يوضح ترامب على الفور إلى أي نوع من الأسلحة يشير. أعلن المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير أن الإعصار إيرما ازداد قوة وأصبح من الدرجة الخامسة وبالغ الخطورة فيما يقترب من الكاريبي الثلاثاء، وأمرت السلطات بإغلاق المدارس والمؤسسات الحكومية في غوادلوب، فيما قامت المستشفيات بتخزين الأدوية والطعام ومياه الشرب. وقالت سلطات ماريغو عاصمة غوادلوب إنه سيتم إجلاء سكان المناطق الساحلية إلى مناطق آمنة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.